أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض حرصها الدائم على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث جميع مطالب وشكاوى المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها، وذلك بالتنسيق مع المحافظين بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين. خلال زيارتها لمقر مجلس النواب أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في جهودها لتيسير وتسهيل كافة الإجراءات المعمول بها والتي تخص ملفات عمل الاداره المحليه وعلى راسها ملف التصالح على مخالفات البناء والمحال العامه والاشتراطات البنائيه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه في الحكومه